وعلى السيارات والدكاكين والبيوت وأن يكون عزلة كثيرة. أطلعوا من ذلك هذه العزلة تظهر عنهم السرور والحديث ترد عين الحاسد لزعمهم. وهذا له السر لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد شيئا إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في أهله أو في أهله. إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. لا يفتح الله للناس الرحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يجده شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يصله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرادني الله بضر هل كاشفات الرزق أو أرادني برحمة هل هو من كاشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، تلك السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفر فيها الله السر. لو السورة إلى آخرها لو تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية الله السر الذي كان المشركون يزايرونها فأبطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك من الآية الكريمة. قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأسلام والأشجار والأحجار والقبور والأنبياء والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لا فرأيتم هل أخبروني؟ فرأيتم هل أخبروني؟ ما تدعون من دون الله؟ لا هم يعلم لكل ما يدعى من دون الله. لا يستغنى منها شيء، سواء كان من البشر او من الجماد او غير ذلك. لا تدعون من دون الله. ان ارادني الله بضر، يعني ارادني بمرض او بفقر او بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو ذلك مما يغني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أرادني الله بضر قضى علي بضرر ينزل بي، هل هم كاذبات ضره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر أمن دعاها؟ إذا مرض الإنسان هل أحد يستطيع أن يكشفه من دون الله عز وجل؟ أبدا. وهذا من ما يطلق في الآية الأولى
قلت الذين جعلتم من دونه فلا يكون كف الجر عنكم ولا تخيلا. هل هم كافي هذا الجر؟ سؤال هل هم كافي هذا الجر؟ السؤال استفهام بنفي او لا تكف الجر عن من دعاها. ولذلك فيسبق ويمرضون ويقتلون ويصابون فتنهض اموالا فيها تستطيع يعني ذاتهم ان تدفع عنه القيم نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. هل هم يصابون هذا او اراد ان يرحمه برحمه من عنده من صحه وغنم وغير ذلك من انواع الرحمه؟ هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمه على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمه من صحه عظيم او سرور او علم او غير ذلك فهل احد من الخلق يستطيع ان يمنع هذه الرحمه يقول هذه الرحمه عن من فاقها الله اليه؟ لا احد يستطيع ذلك. فظهر بذلك حج آلهة المشركين أيها العابدة عاجزة عن كف الذنب وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها وهي بهذه المثابة؟ هل هي كافة ذات الجدس أو أراد من رحمته؟ هل هي من صفات رحمته؟ يبني فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا طلع عليه القرآن يسألهم هذا السؤال وأعلمه على رؤوس الأشهاد ولم يجيبوه إلا أن تقرب الساعة. هذا من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيب عنها. أدل على بطلان الشرك دل هذا على بطلان الشرك لأن المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أو هو كافيني. حسبي الله أو هو كافيني لأن الحسب معناه الكافي فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون إلى سواه. لما أبقى الشرك قرر التوحيد لما أبقى الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله أو هو كافيني ولم يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقوله قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فتنظرون جميعا ثم لا تنظرون ثم قال إن وليي الله فتنظرون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي ربكم لا من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الصورة قد مثل هذه الآية تماما بل القرآن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وحسبي الله عليه يتوكل أي يتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والسلم والقدر واليمين أو ذلك بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا هل ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا هل أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام
يجب أن تصلحه. الأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الخياط والسباع ومن سائر الأشياء الضارة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها أمسكها عليك. فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى. يده الخير وعلى كل شيء قدير. يده الخير. فلا يملك احد من الخلق ان يعطيك شيئا من الخير الا اذا اراده الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا الشيء سبب فقط. يكون الشيء هذا سبب فقط. اجر الله على يده الخير لك. هل سبب اجر الله على يده الضرر لك. تجمد اسباب. مجرد اسباب. لا ما في الشك ان الله سبحانه وتعالى ذلك السبع والشرس وعلى العدو والشرس جهادية وعلى لا شك ان الله خلق اشياء فيها غرض. فيها غرض. ولكن هذه الاشياء بيد الله سبحانه وتعالى. لا كلها بيد الله. لا من دابة الا هو عاقل بنفسه. فإذا اراد الله خلق عليك هذه الجنود. وإذا أراد الله حدث عنك هذه الذنوب. إذا فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تزول أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا أن تتخذ الأسباب. الأسباب الجالبة في الخير والأسباب الواسعة في الإحسان، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الاعتماد على الله، توكل على الله، والحسب هو الله. ما اتخاذ الأسباب الجانب عن الخير والأسباب الواقية من الصار. وحسبي الله عليه يتوكل أي يتوكل. فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من سفر فقال ما هذه؟ فقال الرجل يا الله له على الجهة فإنها لا تجيني جثة إلا وهلا ولو جثة وهي عليك لا أتلقى أبدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي خلو عبيد الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هنا الرجل يذهل ولكن جاءت الجوارات انه هو نفسه عمران بن الحصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقه من صفر فقال النبي الى الصبر الحلقه هي السيول للتدبير الحلقه هي السيول للتدبير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع هو يسمى حلقه السيول للتدبير يسمى حلقه فمنه تحلق القول الى الصباري في جلوس من كفر الصفر نوع من المعدن معنى حلقه من صفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهني الله له سؤال الخاص وقيل له سؤال استفهام النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة فلما بين له أن قصده سيئا نهاه وقيل أن السؤال نفس السؤال استنكار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده ما هذه فيقول أن السؤال استنكار ففيه دليل على الجزء إنكار المنكر بالقلب فيقول انه سؤال استفهام ففيه دليلا على ان الانسان لا يؤمن في الخير حتى يعرف مقصود صاحبه اذا كان السؤال مقتول
فليس اعتدادا بالاستنكار حتى تفعل. فان كان مقصود صاحبه شرا فانك تنكر، وان كان مقصوده مباحا فانك لا تنكر عليه. قال له هذه، قال من الظاهره، يعني لبثتها من اجل دفع الظاهره لتقيني من الواهمة، والواهمة مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد، يصيبه وجع يسمى عند العرب بالواهمة. وكان من عادتهم الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، الوجع لعلها بالضعف بالشدة، أي ارفعها مسرعا لرفعها ولسيقا في رفعها، لا تتوالى، وزعها وأن يرفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمه، يعني هذا خطر. مثل ما الإنسان يوجع الجمرة عن جسمه يوجع هذه الحلقة، لأنها فر من الجمرة، لأنها يظهر شرك والعياذ بالله، ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال اوزعها، ثم علل صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأبواب من البقية، قال فإنها يعني لو تركتها فهذا قصدك منها فإنها لا تجي بك إلا وهما، إلا ضعف، الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، أنها لا تجلب إلا مرضا، عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الاشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فانه يصابون بالخوف، وكل ما راوا شخصا يصابون بالخوف منه. لا زادهم الا وهما، لا كل من يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده رفيقا، تجده قويا عظيما، تجده مرتاح الجميل في شرف الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه المباطات، تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلوما حزينا يتخوف من كل شيء، يتخوف من كل شيء. ما يوهم وهذا يبقى، فإنها لا تجدك إلا رهما، فإنك لو لست وهي عليك ما أفلحت عليك، لو مات ولم يتب منها لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن السلك لا يلقط حتى لو كان سلكا أصغر، ولو كان سلكا أصغر لا يلقط، لو مات وهو عليه لا يلقط له، يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيبا يثبت السلك الأكبر ولا يخلف في النار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره، فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن السلك الأصغر أكبر من الكبائر، السلك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليست الكبائر لكنها
ليس السلسل، لأن السلسل أصغر فإنه يخل بالعقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يظهر المعاصي التي من عاصي أخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من أظنة المرجع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما بين ذلك من الوفاء، فهو مظنة المرجع ليس للسلك، الله يخفى أنه لا يغفر مطلقا وليس أن أكثر، إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه عامة، السلك الأكبر والسلك الأصغر يدل على أن السلك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالسلك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يكثر منها دفع الغرض، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، لأنه لو مات وهي عليه لأفلح أبدا، هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الغرض أو دفع العين على غير ذلك من المقاصد الكلية، ومثل غبط الحوض على الغنم على الساق مثلا، في ناس يربطون حوضا على ثقالهم او على اذرعهم او على اصابعهم ويقول ان هذا يمنع من المرض، هذا هو استهزاء الجاهليه، هذا هو استهزاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، هذا الخيوط لا تظهر ظهرا عن صاحبها، وعقدها على الأعداء سلك، عقدها على الأعداء سلك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث، قال الله أحلم عن الحديث عمران بن خطيب رواه احمد بن الله نحن بن الحنبل السوداني الامام الجليل احد الائمه الاربعه شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيره من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الامام الذي انتقل وصبر يفضل في العقيدة على رب المعمول من خلف بني عباد هو ابن هارون الرسول، ولكنه تأثر بالمعتزلة المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مختلفة منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة لأنهم غرموا بهذا الخليفة استمالوه حتى أصبح ضد أهل السنة وغيرهم، فهذا فيه خطر الفرق الغالية، فيه خطر الفرق الغالية وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة المبتدعة ومن مصاحبتهم وأنهم يؤثرون على المصاحبة، هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم فصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد هؤلاء السنة، ولكن بسبب تأثرهم بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه وقال بمقالة معتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه وعدا أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصاب حتى هدم الله أهل الكرب ونصر الإمام أحمد وجاء المتوكل، الإمام أحمد تعاقب عليه سلف السلفة كلهم قالوا ضده، المامون والمعتصم والوافق كلهم قالوا ضده، ولكنه صبر ووقف بحزن وتدارك ولم يخضع لهم وصبر على الضرب
وعلى الحج وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة ونصره وصار في العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجذير ونقول نحن نجمع ولا نفرق، لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفل بهم أبدا، نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. هذا هو التحليل. الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان من جلال الشيء المقابل موقفه وقدره وخباثه، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد في مسنده بسند يعلى به، ورواه الحاكم لمستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يعتد الله له، من تعلق يدعة فلا يدع الله له، وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به، علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره لدين الله عز وجل. والكلمة خرجات تعلق على العينات تستقيل بها العين، يعني تكون خرجات على العينات يظنون أنها تمنع العين عنها إصابة العين. هذه هي السميلة، من تعلق سميلة يعني علق هذه الخرجات، وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها من الخروج والخجر، يعني لم تعرف خاص هذا بالخرج، وإنما هذا التفسير لما هو بيان لنوع من أنواع المعلقات، تعليق الخرج، تعليق الخجر، تعليق الخروج، تعليق المسامير والرماد، وما هو يجعل المسامير والرماد، يجعل هذه المسامير العين على العدو، الرماد العين على العدو، ولما يعلق لحن، يعلق لحن على الباب، ويجعل يرد اللحن مقابل للسقف الهاتم إلى الباب، أو عن السيارة، يعلمون هذه تدفع عنهم شر الحسد. كل هذا من الأمور الجاهلية، من تعلق كلمة فلا يسمى الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يسمى له الدعاء. عكس مقصوده، فيريد تمام الأمور ومنع السمع عنه، ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحجج والحروج والتمايل يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة. من هذه الكلمة بصيغ العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة.
فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان يصيب الى الله عز وجل. فمن فعل تاب الله عليه. من تعلق تمرينه فلا اتم الله له، لان لا اتم الله له امره ومقصوده، بل اصابه بعكس ما يريد من الضرر والسر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء يكثر الناس خوفا وهما وحجلا وضعفا وخورا، يعكر الموحدون المعتمدون على الله، تجدونهم عقل الناس عزيمه وعقل الناس عملا، وتجدونهم آية في امن واستقرار واستراح الصدور، لانهم يؤمنون بالله عز وجل ويعملون اعمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى. الحسب لله عليه يتوكل ومتوكل، ان سبحانه وتعالى يتوكل على الله فلا حسبه، ان الله دعا له امره قد جعل الله لكل خير قدرا. من تعلق سميلة فلا تسمى الله، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع شيء يستخرج من البحر يكبر الصدر ثم الغرب، شيء يستخرج من البحر يكبر الصدر، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم تتقون به العين. فلا ودع الله له، أي لا تركه في جحة وسكون وراحة، بل سلط عليه الهموم والأحزان والوسائس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم ظالم. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يسلب الله راحته واستقراره وعمله ويصبح في خوف وقلق وهم ظالم، يخاف من كل شيء. فلا ودع الله له، يعني لا تركه في دعاء ولا تركه في سكون واستقرار، وانما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم الى ان يصيب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الاشياء، تجدونهم من اشد الناس قلقا وهما وخوفا، يتوقع عن يوم الخير في كل لحظه ومن كل شخص. فمن تعلق ودعة فلا يدع الله له. هذا الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الودع وتعلق التمائم يريد منها انها تنفعه بجلب الخير او لدفع الشر عنه. قال في رواية لا يعين إلى محمد رحمه الله، في رواية من تعلق كلمة فقد أشرك، هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة، مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ومصيبة الثانية في عقيدته أنه قد أشرك بالله عز وجل في اتخاذ هذا الكل. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد أشرك، والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقة والخوف ونحوه، فقد أشرك. فيقول فما منع هذا الشرك؟ هل الشرك الأكبر الذي تعلق التمائم او الخرج او الودع او الحلقه او الخيول؟ لا نوعي الشرك. يقول فيه تفسير، ان كان ورعا رضي الله عنه خليفه ابن اليمان، اليمان لقب عبيد واسمه حسن او حسين، خذيفه ابن حسن او خذيفه ابن حسين، أما اليمان
فهو لقب له. هو وعظيم الصحابي إليه خليفة صحابي ويمان صحابي. ويمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. ويمان والد خليفة قتل يوم أحد قتله المسلمون عليه به قتلوه خطعا قتلوه خطعا رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار هو من عبد ولكنه كان مخالفا للأنصار من نبينا وهو من الثالثين من الإسلام وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غير من الصحابة أي من فضيلة الله رضي الله عنه. ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له أيسبك بالله هل عبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال أحمد لا والله ولا يمسي على الله بعدك أحدا. يعني دل على أنه يختص بأسرار ما كان يعلم بها أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان أنه من المنافقين وما كان يخبر بذلك رواه لثقته وأمانته رضي الله تعالى عنه. وقتل عمر ميثاق الأسرار ما يقتله ميثاق الأسرار قتله ميثاق الأسرار. الصحابة يخافون يخافون الميثاق على أنفسهم لا يأمنون على أنفسهم. لا أحد يأمن على نفسه الميثاق. كل ما قول إيمان الإنسان قول خوفه من الميثاق. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وشدة يقينه وتوحيده خوف على نفسه من النفاق لأنه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول ولا تزكي أنفسكم هو أعلم من اتقى. كان الدليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق خوفه على أنفسهم خوفا شديدا لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول أخلف ما أصاب عليكم الشرك الأصغر يكون العمل وقال الرياء. وفي حديث الشرك في هذه الأمة أخفى من بديت الرملة السوداء على ثبات السوداء في رملة الليل وكفارتها يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بسوء وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو حكم الإنسان إلى الله رضي الله تعالى عنه. قالوا فإنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع منه عنه مرض مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من السر يريد أنها تبرع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى والحمى مرض مرض معروف ارتفاع الحرارة اللي يسمونه ارتفاع الحرارة في جسم الحمى يصير الجلد حار هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد يتباعى نعم إذا اتكى منه عمل تباعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة أنت مل على السخنة سخنة أو سخونة هي الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل يستقي الحمى. فحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قطعه الذي جعل في الملكة باليد فليس ابن اليمان قطع على الخلق من هذا الرجل هذا فيه إجالة الملكة. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انزعها على فيه إجار الملكة إنها لا تزيد إلا وهلة. فتلا قوله تعالى ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولا يؤمن أكثرهم أكثر الناس يعني بالله إلا وهم مشركون قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية.
يؤمنون بالربوبية لم يثبتون كلهم يقرون بالربوبية ولكنهم يثبتون بالالوهية إلا الشرك الأكبر وإلا الشرك الأصغر. وهذا منه ربط الخلق من الشرك الأصغر حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن الله والله بيد الله وإنما الخلق سبب فهو الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الأسباب الواقعة. أما إذا كان يعتمد على هذا الخلق فإنه الشرك الأكبر. وكما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الأشياء، فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان. ومراد الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يكبر من المؤمن، يكبر من المؤمن، يكبر منه النفاق العملي، يصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخلق هذا، يصدر من بعض المؤمنين. إذا كان ما ذكرنا القصد إن الله جعل السبب، إلا إذا كان القصد لا يتم بعينه، يكون الشرك الأكبر المنافي للإيمان. أما الشرك الأصغر فلا يمتنع مع الإيمان، لكن ينقص الشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه إله الإيمان وإله التوحيد ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يجتمع كما التوحيد. بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكن لا ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في مسائله وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة الشرك الأكبر على الشرك الأكبر، يعني خروج هذه لنا رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأكبر. هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. ويقول خليفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأكبر لأنها تتناول بعمومها، مثل ما استدل ابن عباس بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله يسير لولا الله وأنت لولا خلودة هذا العسل يسير ومع أسلافا، فاشترى هذه الشرك الأكبر لأن الآية كاملة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه. كذلك خلوفا استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون المشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية ولكن يكثر منهم بعض الشركيات، الشرك الأكبر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يعمله على نفسه، لا يعمل الشرك الأكبر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع من الشرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، الإنسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الحاصل أن النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الآية فرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضرنا هن كافرات بره أو أرادني برحمة هل هن من كتاب رحمته، هل فيها إبطال الشرك، فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر، وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك، لأن الآية عامة تشمل
رأيتم ما تدعون من دون الله، هذا عبد يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث الغالب بن حسين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الخيط، وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تزيد إلا رهنة وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك يفتر، لذلك يفتر. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه يكفي، وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة خبيثة مع الرجل وقطعه الخير، كل هذه نبذة المعلقة التي يتعلق بها كثيرا من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك، وإما عن ضعف الإيمان، وإما عن ضعف الإيمان في القلب. فهذا فيه الحذر من هذه الأمور، ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على السيقان، لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك، كل هذه الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمائم والكروب والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، أو على الدكاترين أو على الأبواب، كل هذا من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور، لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله احنا لا نعبد الأصنام، لكن لا يمكن لا تعبد الأصنام إلا أن مجاورة هذه الأمور هذه هي الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا تتساهل في مثل هذه الامور ويقال هذه الامور سهله، لان سمعنا من بعض طلبه العلم انه لما انكر على بعض الجهات انهم يعلقون الخيوط على ادراعهم ويقولون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما انكر عليهم قال واحد من طلبه العلم هذه امور سهله، هذه امور سهله لا تسمعوا عليه فيها، سبحان الله هذه الامور سهله، الشرك امر سهل، ليس بالسهل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلها الحل انها لا تزيد الا رهنا، وانت تقول هذا امر سهل من قلب الحقائق ومن المغالطات، الله العافيه، ومن الجهل او من الهوى ايضا، الرسول قال هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقاله من باب الهوى، على كل حال هذا امر خطير، لا يجب ان يتساهل في امر الشرك. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايها الاخوه والاخوات، قام تسجيل هذه الماده واخراجها لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 6 9. والتسبيح له صفات، الصفه الاولى ان يسبح اثرا منفردا ويحمد أثرا منفردا ويكبر أثرا منفردا، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يسمي العصر، الحمد لله الحمد لله حتى يسمي العصر، الله أكبر الله أكبر حتى يسمي عصرا. هذه الصفة الثانية،
أن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فيكون مجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردا 33 مرة، والحمد لله منفردا 33 مرة، والله أكبر منفردا 34 مرة، يكون مجموع 100. الرابع الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم المجموع؟ المجموع كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة بالركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم. فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست لركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر بسجود السهو قبل السلام لقراءة الفاتحة ركن لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أنها تسقط في حال واحدة وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ووجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله فرقا ولا تعد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامضوا إلى الصلاة وعليكم المستقيم هو الوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمه الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة، مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام راكع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم انتقد ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أضرب. فنرجع إلى ركوع قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة ليست بواجبة ولا بركن. الدليل
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انتقل من صلاة السبق وكان معهم يقرؤون خلفه، قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولو كان غيرها واجبا ترخص به كما رخص به ذلك في الكتاب. الركوع ركن لا تصح صلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اركع حتى تطمئن راكعا، فلو أن الشق نفي الركوع لما أتم القراءة واقف نفي أن يركع فسجد حتى سلم، نقول الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا لكنها باطلة في نفسها ولا تقول الصلاة بل جاءت بركعة بدلها، إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. بعد هذا الصوع رجل نسي فسجد من القيام دون أجر، ولما جلس بنفسه ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام لأنك زدت في الصلاة، فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية. نقول الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل ارفع حتى تطمئن قائما، فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تكون مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرتين، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فتميم وحيه عبد الله بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص، وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول قلنا له استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصح، فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إن الرجوع إلى صلاتك وتتهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن
لا تصح الصلاة إلا بهما كالتسليمتين جميعا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن، والركن إنما هو نفس التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأدى، لأن جاز ورحمة الله سنة وليست بواجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات، ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمجموع 15 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإن فاتت الإنسان بأن جاء والإمام أكثر في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى، الكل جاء. فإن كان الإنسان يثق لنفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل، فإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينتقل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها، فتكون راتبة الظهر ستا، إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر، فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. كأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة، لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربع، لأن الفريضة أفضل من نافلة. راتبة المغرب كذلك هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر، راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر تسقط بأنها سنة مؤخرة تفعل في الحضر والسفر، واختصت بأنها تخفف فلا يسرع فيها التكوين، حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه، قلنا لا تفعل، فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى أن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المفتوح في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن سورة الإيمان قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب.
هل هناك سنن أخرى خير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل، إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقع، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقبته، فإذا توضأ انحلت الرقبة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإذا صلى عصرا ينوي بها قيام الليل وأوثر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوثرت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادته أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادته أن يصلي 3 صلى 4، وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما تابعه من الصلاة فيزاله 9. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعة الضحى سنة، وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويجزئ من ذلك، يعني يجزئ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس إلى غنم، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار. ومنع ترمض أي تكون من حديث الشمس، وذلك في آخر الضحى، لكن قد لا يتيسر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى فيصليها في أول ولا حرج. فوقتها أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إذا رمت إلى قبيل الزوال، كلها وقت أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت، لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى، مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قبل العصر وأربع بعدها، لكنها ليست صادقة، تفعل أحيانا،
ركعتان قبل المغرب أيضا سنة، لكنها ليست راتبة، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. بل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين أذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين أذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء، وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن يعني الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن يعني الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في هذه الخطبة، و صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما، وسماع الخطبتين واجب أو سنة واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم جلسة الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها، فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة فهل يصح أن أنهي الراتبة وتحية المسجد؟ الجواب نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد، وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة، أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتبدئان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتبدئان عن تحية المسجد ولا تبدئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر فتبدئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب، ومن السنن، نعم من السنن ركعتان الوضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة،
هذا الصحيح أين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم